بناخذ سؤال من الهاشتاج من اي تسال، تقول نبي نسال ملك التوقعات ابو عرب، هل مرتسي حجاجه على الله بياخذ منصب ولا نجهز الاسعاف؟ هو طبعا احنا نطالب بان يفتحون مستشفى هنا، نعم، حتى الاسعاف يمكن ما يمدي، نطالب بمستشفى انه عشان مرتسي حجاجه على الله، يعني احنا كلنا مرتسين حجاجنا على الله، يعني لا اعتقد انه الجميع، يعني لكنه الله يوفقه، الله يوفقه ان شاء الله. اتوقع انه راح يشتغل بعد البرنامج في بولت، لا له علاقه بالاعلام. احنا نقرا الهاشتاج كاريزما 87، حلو، ناخذ الاسئله من الجمهور. الاسئله